بعد استمرار سقوط السيستم في الامتحانات التجريبية لثالثة ثانوي، عودة الامتحانات الورقية لطلاب ولو تانية وثالثة ثانوي أصبح أمر محتم. إلغاء امتحانات رسمياً، إلغاء امتحانات أبريل لطلاب أولى وثانية ثانوي لهؤلاء الطلاب. في البداية أتمنى أن تدوس لايك، ولو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة عشان تتابع كل الأخبار التعليمية والخدمية اللي بقدمها. عكس التصريحات الصحف الرسمية، السيستم سقط برضو للمرة، مش عارف المرة الكام، كتير خالص بصراحة. السيستم مشتغلش في مدرستنا في كذا لجنة، ولما وصلوا عند اللجنة بتاعتنا قالوا لنا روحوا على البيت سجلنا لكم حضور. السيستم ما اشتغلش وزي الزفت، كمان اشتغل عند 2 3 والباقي لا. انا من محافظة جنة مركز ابو تشت، النت زبالة وناس كتير قوي ما دخلتش الدخلية. إدارة ميد غمر مدرسة كوم النور الثانوية بنات، طبعا أنا دي يا جماعة آراء ناس كتيرة على الصفحة حبيت أنزلها له. هو الوزير فاكر الأسئلة اللي جاي بيها دي بالمستوى ده لعب عيال؟ أمال الامتحان آخر السنة هيبقى مستوى إيه؟ الامتحان ما فتحش والسيستم وقع، وكمان المدرسة خدت 10 جنيه برسوم امتحان، ليه معرفش. وأنا برضو مش عارف زيك، إحنا في المدرسة عندنا ما خدناش، بس للأمانة يعني عشان كل واحد ياخد حقه. ما اشتغلش الساعة 10:30 ودخلنا الساعة 11، رجعنا 15 سؤال أشكال وألوان ودوائر مربعات زي بتوع حضانة كده ومعرفناش نحلهم. امتحانات أسئلة فنية من سنة وعام ورب. حسب الله ونعم الوكيل، عيالنا منزلين وهم تعبانين ومش عايزين تجمعات، التوقيت مش موحد وصعوبة وتأخر في الدخول للمنصة، كل دي مشاكل لازم تتحل. النت كان واجع، الامتحان ما فتحش أصلا، ما فتحش عند بنتي، مدرسة كاملة بنين ما دخلتش الزجاجيل، السيستم واجع مع معظم مدرسة ابني، وابني ما امتحنش اساسا. ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. كلهم طالعين بيقولوا الغي ريحة السيستم، وحش ولا واجع يا فشل، الله اكبر فوق كل كبير. من الساعة 9 للساعة 12 ما فتحش الامتحان. اسكندرية مدرسة الاقبال في بنات بقالهم 3 ساعات قاعدين مش عارفين ياخدوا الاكواد ولا الباسورد ولا اشتغل ولا دينا، ومنهم لله ما حدش ينزل يوم الثلاث ولا الخميس. ما هو الوزير هيطلع يقول احنا عارفين ان السيستم مش شغال، امال احنا نزلنا ليه؟ عشان نجرب ونعرف. وعجب، فتح الساعة 11:30 بعد محاولات كتير، وفي ناس مش امتحنت. ده في اسكندرية. انا طبعا دي بعض الحاجات، انا جيت لحاجات كتيرة خالص. السيستم زي الفل، امتحان فتح معايا وكان جميل، شكرا معالي الوزير، خدمة فوق الخيال. وفطرنا كمان في المدرسة ورمضان قريب، ومضيت كمان انه السيستم فل وفتح بدون اي معاناة، غير كده تبا لأحلام البسطاء. امتحان كان جميل، شكرا يا وزير، اجمل امتحان ولا عزاء للحاقدين، تحيا مصر. طبعا اخر واحد بتقول احنا اتبهدلت او انا اتبهدلت. ودي صور كمان لسقوط السيستم، وصور للتابلت والسيستم ساقط، وان معظم الجلسات ما كانتش بتفتح النهارده. دي حاجات كتيره للجلسات بتاعه النهارده. كمان حصلت تريقه كبيره، وحتى طلع هاشتاج الامتحانات التهريجيه، وده شكل الامتحانات للناس اللي ما شافتش الامتحانات. فوزير رمضان طبعا بعد ما الفوازير دي لها حدود 4 5 6 سنين كده مش موجودة، جايبين لهم أشكال وبيقول لهم الشكل الناقص إيه وكمل الشكل اللي ناقص. دي مجموعة من الأشكال والحاجات الفنية. الواحد بس اللي مستغرب له بصراحة إن إزاي 600,000 طالب، إن كانوا طول عمرهم 500,000، يطلعوا في وسط كورونا وازدياد الأعداد المهولة دي، ويطلعوا يغامروا ب500 600,000 طالب يطلع عشان يشوف الأشكال دي. صراحة يعني واحد مستغرب من الأفكار والحاجات اللي القرارات اللي هي بتتاخد، القرارات الغريبة. معانا الخبر الثاني بالنسبة للأولى وتانية ثانوي، طبعا دي وزارة التربية والتعليم قطاع التعليم العام، السيد الأستاذ مدير التعليم التربية والتعليم بمحافظة كذا التعليم العالي. طبعا دي جاية الإدارات كلها، تحية طيبة. وبعد
تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدمج التعليم والتربية الخاص بنفس ذات المواعيد أقرانهم طبق المواصفات الامتحانية الخاصة بكل عقد، ما عدا طلاب الصف الأول والثاني الثانوي يعقد لهم امتحان واحد فقط. يعني طلاب الدمج التعليم والتربية الخاص هيعقد لهم امتحان واحد بس، هيبقى في مايو، وتم إلغاء امتحان شهر أبريل. بالتوفيق للجميع الطلاب والطالبات، يا رب دايما نشوفكم مميزين ومتفوقين في حياتكم.